شغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا الغاليين، وحي الله المشتركين وزوار الجدد. مثل ما عودتنا صارت القيادة الفارهة أول بأول وصل عندهم أول S63 كوبي. طبعا مثل ما أنتم عارفين قبل أول ما وصل عندهم ما شاء الله S63 السيدان والمرسيدس بعد الاس والاس 560 8 سلندر الكوب هذا صورناه وموجود، وعندهم بعد وصل ما شاء الله تبارك الله ثاني جي 650. اول واحد كان عندهم بعد وصورته لونه اسود، راح احط لكم الروابط تحت بالوصف. ما شاء الله تبارك الله اللي يميزهم انهم اول باول على مستوى السعوديه. طبعا كلكم عارفين المرسيدس الاسكوبي 2018 السيدان صار عليه فيس ليفت، وبعد الاسكوبي صار عليه فيس ليفت، غيروا الصدامات الأمامية والخلفية، والنور سووا عليه تحديث بسيط ولا نفس قصة النور اللي قبل، بس طوروه وسووا عليه تحديث بسيط. الشبك بالكامل تغير، الصدامات الأمامي والخلفي بالكامل بعد تغير. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللون جايك فضي مطفي. طبعا جنوط ال 63 على اغلب موديلات وفئات السيارات المرسيدس 2018 او 2017 طالع نفس الجنطه. الجنط مقاس 20 وكليبرات حقت اي ام جي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كبر حجم الكليبر وكبر الهوب علشان يصير يمسك الفرمل سريع سريع. الماكينه نفس ماكينه السيدان اللي هي نزلت الماكينه نفس ماكينه السيدان اللي نزلت ب 2018 حقت ال 63 ونفس ماكينه الاي 63. كانت المكان 63 اول 5.5 حجم الماكينه وقوه الاحصنه 585 حصان. بعد 2018 تغيرت المكاين وصار حجمها 4 لتر وقوه الاحصنه 612 حصان. والعزم للسيدان والاس كوبيه 900 نيوتن. هذا ال 63 8 سلندر. طبعا في من نوع اللي هو 65 يصير العزم 1000، بس ال 65 الجير 7 سرعات عشان تحمل ضغط الماكينه. هذا تغير الجير، كان اول بال 2017 وتحت كان الجير 7 سرعات، الحين صار 9 سرعات وصرفيه وقود اقل من الافضل من اللي قبل. هذا شكله مع الجنب، تطعيمات جاية كلها بالكربون فايبر، الزيك اللي تحت والمراية. أعطونا رأيكم، الموتر ما شاء الله وحش معنى الكلمة. بغيت سبورت، بغيت رسم، بغيت فخامة، بغيت قوة، بغيت تقنية، بغيت أمان، كل شيء موجود فيه. هذا شكل اسطبات من وراء، طبعا اسطبات اللي يقول لكم التحديثات اللي صارت من الخلف اللي هي اسطبات نفس قصة اللي قبل، بس اضافوا الانوار الداخلية OLED او يسمونها الاضاءة المتحركة. راح اشغل لكم الحين بتشوفون شنو طريقة اللي هو اسطبات تفتح تجي زي تدرج، شايفين يسمونها اضاءة متحركة على كل الاس كوب OLED، شايفينها.
غيروا الصدام الخلفي بالكامل والديفيوزر اللي وراء. طبعا الديفيوزر كله كامل كاربون فايبر، وعندك اربع مخارج شيكمان. طبعا هذه فل اوبشن، رؤيه ليليه، رادار تنبي خروج المسار، كل شيء فيها ما شاء الله. شايف شلون سكر الاصطبات بالفتح والتسكير، تجيك متحركه. وهذا السيدان 63 ان شاء الله اليوم بصوره باذن الله. طبعا صورت اول ما جاء اسود وبعد ابيض، هذا داخليه بني غامق، اللي قبل كان داخليه واحد بيج وواحد بني، لكن ان شاء الله باذن الله بالقريب الحاج راح اصوره. صراحه سيارات مرسيدس بالنسبه لي فتنه بشكل ما هو طبيعي، سيارات قمه الفخامه، احسن ما فيها الشركه هذه. أن تجمع ما بين قوة وما بين الفخامة وما بين الجمال، التصميم الداخلي الخارجي، الراحة، كل شيء تتكلم عليه، يعني سيارة توب التوب، واللي يجرب سواقتها ما راح يركب سيارة بعدها. بوريكم مصطب شغله لكم من قريب. خلصنا من داخل، بس بوريكم ان اللد النهاري، وريتكم النور. طبعا انوارها LED عالية التقنية، وتلف يمين معك ويسار، هذه منتهين منها، حتى انشر النور قوي بعد. صراحة اكثر شركة استمتع بتصويرها الشركة، ما امل صراحة. اعطونا رايكم. الحين بوريكم الداخلية، المراية جاية كلها كامل كاربون فايبر، وهذه صرفية الوقود. حجم الماكينة 4 لتر، والبنزين 95 يمشيك اللتر 12.5 كيلو. ما شاء الله تبارك الله، داخلية باللون الأحمر، تخشيب جاي طبيعي مطفي. هذا شكل الباب ما شاء الله، اللون الأحمر شوفه متناسق مع اللون الفضي. طبعا هنا زر التحكم اللي هو كرسي الكهرباء، ذاكرة تخزين مراتب، تخزين التسخين والتبريد، سماعات برومستر، زر التحكم كلها هذه بالنوافذ، عارفينها كلكم. نركب الحين ونشغلها. شعار ام جي على المراتب، مراتب رياضية. لو تذكرون نفس مراتب الاس 65 اللي صورت لكم، هذا الفضل، هذا داخلية باللون الاحمر. خلنا نركب وشغل لكم الحين. هذا شكل الداخلية قبل اشغل السيارة. طبعا هذه الازرار جايه بفل كامل، بروجيكتر، رؤيه ليليه، تسكير حساسات، تنبيه خروج المسار، مثبت الطاره، كلها موجوده فل الفل، ما ينقصها شيء ما شاء الله. خلينا نشغل السياره لكم. هذا المفتاح مثل ما قلت لكم، الكوبيه المفتاح يجي نيكل شفاف، والسيدان العاديه يجي نيكل مطفي. نقول بسم الله، هي كذا واضح لكم، مع ان الفوكس ما ادري ايش فيه، لكن هي مضبوط. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اهم شيء شعار ام جي. طبعاً 330 قوة، 612 حصان ما شاء الله. طبعا هذه زر التحكم والبدرسوم، ثبت سرعة والرادار كلها. هذه شرحها قبل لكم مقاطع كثيرة عن المرسيدس، تلقونه بقسم الفيديو، راح احط لكم انا كل الروابط
حط شرح شاشة شرحت لكم بالكامل. بس خلوا بوريكم الحين اللي هو الكاميرا. طبعا الكاميرا 360 درجة اكيد ما فيها كلام. بس دايم ضروري اني اشغلها. شوف ما شاء الله. حتى دقة الكاميرا عالية بعد. هذه هي الخلفية. طيب عندنا يطول العمر والسلامة. شوفوا جايك تخشيب كامل هنا. طبعا الإضاءة المحيطية 64 لون، اللي قبل كانت 7 ألوان بس. تناسق بالألوان والتخشيب. سماعات برومستر. حتى الإضاءة المحيطية شرحت شلون تشغيله وكل شيء. طبعا هنا الطبلون اللي هو تغير من ضمن التغييرات اللي صارت، الطبلون صار مرن. تقدر تغير يا طول العمر والسلامة. ثلاث ثيمات عندك. هذه حقت الـ AMG خاص. وعندك يا طول العمر غير لكم ثيمات طبلون. أكثر شيء يعجبني المتقدم. هذا هو. بوريكم بعد الرؤية الليلية قبل. تطلع بالطبلون كلاسيك أجمل. شوفوا طبعا هنا الزر. ما شاء الله تبارك الله. لا أهم شيء إن كاميرا الفاتحة لك الكاميرا قد والجي 650 ما يباخ قدامك ما شاء الله. طيب كل الأشياء قد شارحها لكم من قبل. طبعا عندك هنا تخشيب، هذا هو مطفي. هنا القطعة هذه جاية كريستال ما شاء الله. وعندك يا طول العمر والسلامة طبعا هذه الأزرار كلها خاصة بالشاشة، النافيجيشن والراد، وهذه كلها شارح لكم من قبل. وهذا يا طول العمر اللي يسكر يطفي السيارة صوت واقف عند إشارة. وهذه وضعية القيادة اللي هو سبورت ودايناميك. شوفوا ما شاء الله، يعني حتى طالع لك هنا بالشاشة ويطلع لك هنا مع انه مفتوحة اللي هي الرؤية حقت الرؤية الليلية، لكن تطلع عندك. شايفين خمس وضعيات. شوفوا اول ما تغير على سبورت اي وضعية بيتغير صوت اكزوز. هذا حق الريس ما شاء الله تبارك الله بارك الله. هذا اللي قال لك الموتر كامل ومكمل، رسمي وفخامة ورياضي، كل شيء موجود فيه. 612 حصان. طبعا حتى صوت اكزوز ومساعدات كلها تقدر تتحكم فيها بعد. شوفوا تقدر تغير بالصوت، تغير كل شيء. وعندك في اندفجوال بعد تغير بالصوت. شوفوا مجرد ما حطيت على سبورت فتح، هذا صوت اكزوز تقدر تخففه وتعليه. تسمعون؟ وهذا بعد حق مساعدات تقدر تقسي وتخليه مطب ليا. تقدر تقسي. في عندك خيار وضعية الاندفجوال بعد. تختار كل شيء تبيه. خلصنا من هنا، بوريكم بس الحين الماكينة. هذه الماكينة حجمها 4 لتر بقوة 612 حصان والعزم 900 نيوتن. طبعا هنا دايم تلقى شعار حق الـ AMG وتوقيع المهندس اللي ضبط الماكينة. باقي الحين النور، شغلكم النور. بس خل بوريكم شكل السيارة، مفتوح الكبوت ما شاء الله تبارك الله. الله يا هو رعب الموتر بالنسبة لي طبعا، بعد ما أدري عنكم أنتم أعطونا رأيكم بالله. هذا السيدان
وهذا يا طول عمر الكوب. هذا النور طبعا LED كله من عالي والواطي، ما يحتاج اكيد سيارات وتقنية LED تقنية عالية طبعا. لفه دركسيون عدله، ايوه بس النور الصغير هذا الليد النهاري، فليشر العالي، اكبس العالي، اسطبات طبعا صورتها لكم، اسطبات الخلفية ما يحتاج. جميع الروابط اللي صورتها لكم من قبل راح احطها لكم تحت بالوصف، ارقام وحساباتهم كلها تحت بالوصف. في امان الله وبحفظ الكريم يا الغالي. طبعا واضح انه مبسوط. في امان الله. هذه فتحة الكاميرا تجي مع العلامة، شايف هنا؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يا شيخ، الله يا شيخ. طبعا الداخلية أنا ما صورت لكم من جهة الراكب، هذه من جهة الراكب.